السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبسلام. ورجعنا فيديو جديد، وهالمرة مثل ما وعدكم بالفيديو الفات شلون راح نصور مدة أطول بالإكس بوكس. بس قبل ما نبدي بالفيديو تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل الجرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات الجاية إن شاء الله. أول شيء لازم يكون عندك فلاش ميموري USB 3، لازم يكون USB 3 فما فوق، يعني USB 3.1 أو 2 فما فوق. تجيب الفلاش وتدخله بالكمبيوتر أو بالحاسبة، راح تجي وتفرمت على نظام اسمه نظام NTFS. نظام اسمه NTFS هذا النظام اللي راح تقدر تسجل به الألعاب. راح تجي وتفرمت هنا وتدوس أوكي، راح تفرمت أوتوماتيكيا، راح تبدي تبلش تقدر تودي الإكس بوكس وتشكله بالإكس بوكس. راح نجي نشكل الفلاش بالإكس بوكس، راح نجي وندخل على اليمين على الإعدادات. راح نجي على الإعدادات مثل ما هو موضح أمامكم، تجي على الإعدادات، تجي على التفضيلات والالتقاط والمشاركة، راح تجي تحدد موقع الالتقاط. أنا محفوظ يمين لك الفلاش، فأنت تجي تختار الفلاش. أنا مسمي هذا الفلاش بهذا الاسم. راح تجي وتختار الفلاش، طبعا مساحة التخزين راح يكون داخل الإكس بوكس كما مثل ما شرحت بالفيديو اللي فات، بس الموقع الخارجي راح يكون الفلاش اللي انت سميته. راح تجي وتسجل الفلاش، مثلا تبدي انت تلعب، راح تجي تريد تسجل. شلون راح تسجل؟ مثل ما نفس الطريقة اللي سجل بها بالفلاش الداخلي. راح تجي بدأ التسجيل، راح تشوف هنا بدأ التسجيل، بس شلون تعرف ايش قد باقي من الفلاش او ايش قد راح انت تسجل؟ راح تشوف، تجي هنا وتشوف لمدة ساعة، تقدر تسجل لمدة ساعة بالتمام والكمال. مثل ما تشوفون هنا تقدر توقف التسجيل او تبدي التسجيل. راح انت تقدر تصور لمده ساعه كامله او متواصله مثل ما هو موضح. فانت اذا تريد توقف التسجيل راح تدوس دقمه الهوم، وتدوس اكس، راح يوقفه على السريع. بس اذا انت تريد توقف التسجيل هنا تقدر ايقاف التسجيل، عندك طريقتين توقف بها التسجيل ان شاء الله مثل ما هو موضح لكم. وين راح تلقى اللقطات مالتك؟ راح تلقى اللقطات مالتك نفس المكان، بس هالمره راح يعطيك خيار اضافي واللي هو مو على شبكه الاكس بوكس، على وحده التحكم، على محرك اقراص الخارجي. طبعا وحده التحكم راح بالخزن الداخلي، على محرك اقراص خارجي مثل ما هو موضح لكم. هذا التصوير قدام، تقدر تصور وبراحتي. طبعا تقدر تصور اكثر من 10 دقائق، وها هي هاي الطريقة اللي موجودة وسهلة إن شاء الله. أتمنى عجبكم فيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل الجرس التنبيهات حتى توصلكم فيديوهات الجاية إن شاء الله. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.